الطلب. أنا أسأل سؤال واحد، إيش قد أصوات المستقلين بهاي الدورة؟ 2,400,000، أكثر من كل الأصوات مجتمعة، حتى من التيار، تيار وإطار، مجتمعين أكثر من المستقلين. ما لنا علاقة بالعدد النيابي، أنا دا أقصد الجماهيري. الجماهيري إذن هم صاحبين الكتلة الشعبية. هذه النقطة اللي تحدث فيها الدكتور، النهاية اللي تخيف الطبقة السياسية بوجودكم المستقبلي. احنا يعني ما طلعوا بعملية محي وجود الكتل والأحزاب اللي لها تاريخ نضال وتواجد. احنا ما طلعوا جمهور المستقلين، ما طلعوا، جزء منهم ما يقبل يطلع إذا شاف تحركاتنا بشكل صحيح طبعا، وتحركاتنا ما مبني عن دعواتهم.